السلام عليكم اخواني اخواتي احباب والصحاب والعشران، لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا في اتم الصحه ان شاء الله والعافيه. كما كتشوفوا هذا اول فيديو ليا، فضلت ناخذو في هذا المكان الجميل، هذا الشاطئ الغزال، بارطاجي معكم هذه البلاصه. هذه ما نقول سميتها، تنشوف لي كومونتير واش غادي يعرفها شي واحد ولا ما يعرفهاش. ها الفيديو راه نبينها باش تجي سهله كاع. اللي جا لها راه غيعرفها طايره، هي مشهوره كيجيو لها الناس بزاف. وها انتم كتشوفوا راه بوادر الصيف بدات صافي، على بلاج نقا ولي باراسول موجودين. اثمنه كان المهم مناسبه، راه ما كاينش شي 20 درهم للفوق. المهم انت وجهدك انت والجلسه اللي بغيتي. والعومان راه بداو الناس كيعوموا، راه لتحت راه واحد الجروب كيعوم. الجو واخا باقي شويه بارد، ولكن كاين اللي كيفضل هاد الوقيته هادي تبحر فيها، كتكون مازال الامور خاويه، مازال واخا راه الله يحسن العوان. راه طلقت دابا العطله الصيفيه مع العيد الكبير، مع اصحاب الباكشا هادوك هازين هم بوحدو هادوك، خصوصا اللي ما جابوش. واللي جابو الله يسهل عليه، مازال مسيره مورا الباك طويله، ونتمنوا التوفيق للجميع. وانت اللي ما جابوش راه ماشي مشكل، ماشي هذاك هو، ماشي هي النهايه. انسان يدير المجهود ويدمر شويه، يدمر شويه والكمال على الله. وصحاب الاستدراكيه ما نوصيكمش، دبره زيرو شويه القضيه على حساب الغش وكذا، ولكن المهم الانسان يدير السبب والكمال على الله وصافي. خليكم مع هذا المنظر، هذا بحر تبارك الله غزال، مال هاد المغاربه تقريبا كاملين، اغلبيه كيعجبو البحر، كيرتاح، الطاقه السلبيه كتخرج ياك. اغلبيه الناس الا الا وقع لشي واحد شي فيلم مع البحر، غرق شي غرق الله يستر، ولا وقع عليه شي فلاش ماشي هو هذاك، كتلقاه ما حملوش. هما الاغلبيه كيموت على البحر، وخصوصا البحر ديال المغرب تبارك الله، ما فيهاش نقاش. غزال واخا ما تابعينش منو حوت، ولكن المهم من ناحيه ديال باش بنادم يفرغ الروتين ديال العام كله وكذا، البحر راه مالا دوار. انتم راه حتى الباركينغ مازال ما عمرش هنا، راه ما تلقاش بلاصتك نورمالمون. غير دابا راه عاد سالاو الناس الامتحانات، راه من هنا واحد كاع الى كثروا 15 يوم ولا ما تلقاش بلاصتك هنا، لا بلاج ما تلقاش فين تدوز. تبارك الله كتعمر البلاصه، ونتسنى منكم نشوفوا واش تعرفوها ولا لا. يلا اللي جا لهنا يبالي في الكومونتير. نهاركم مبروك، خليت لكم الراحه، تهلاو ليا فراسكم، الى اللقاء، سلامه.